قال لي شي ساعتين ثلاثة، قال لي شي ساعتين ثلاثة ما يجيش حد، يعني أروح عند البرج وما أروح عند البرج ما خليش حد يجي. ماشي حاضر حاضر. الزنان بتضرب وبعدين ضربتين بعدها ماشي؟ بدنا نرجع الارض الفاضيه. بقول لك مش الزنان حتضرب اول وبعدين تضربوا البرج. ماشي يا عم هذا لسه الاصل. ايوه خلص ولا يهمك، انا بدي اطلع بس لحظه. سامحني مش مقصود انا والله، هذه مو قضيه. هو بده اياه يسمع، هو عارف، هو مش عارف انه انت غير جو مالك. كل قرية من عمارة حتى العمارات اللي جنبنا هي واقفين على سكالس ما في حد.